هذيك المطاردة ماشي يوسف، ولكن الناس ولكن كتبقى هذيك نفس، راه شفتي نفس السيناريو. انا راه ما يمكنش، حيت الناس ديال الامن ديال بصح اللي كان اللي هضروا معايا سون كونتر هذيك القضيه، ما تضربش، كاين قانون شدوه ديه عند الناس ذوي الاختصاص. انت شفتي درتي دار مخالفه في الزنقه شديتيه حطو عند الناس ذوي الاختصاص هما اللي يحكموا. شكون انت اللي تبدا تضرب في هذا في الولد؟ واش ما كايناش هاد الحقوق ديال ما الى غنذكر حقوق الانسان، ولكن انا واحد المواطن اللي عادي ما غاديش نفهم في هذا الشيء بزاف. ولكن شكون انت اللي غادي تبدا تضرب في الوليدات؟ ديه هزو، كاين قانون، كاين الغرامات، كاين سميتو يمشي للحابس ولا هذا، ما عندكش الحق تضربو. انا كأم بقى فيا هذاك الولد اللي كل العصا ما عرفتوش اشنو داير، ولكن بقى فيا. كاين واحد الام، واحد لا فيديو، واحد الام مع الولد ديالها، هذاك ماشي لا فيديو ديالي، وحتى الولد راه خرج بان ليا دار واحد لا فيديو وقال بان ماشي يوسف، الله يطول ليه العمر والله يخليه لمهمته. يعني ما نبغيش انا قضيه يوسف تفوت الحد ديالها. انا كنقول الله يرضي عليكم، الله يرحم لكم الوالدين، قضيه يوسف حق يوسف فقط. انا كأم مغربيه مواطنه عاديه ما نبغيش يوسف يدخل في شي حوايج اللي انا ما نقدرش عليه، اي حاجه الا تجاوزت انا غادي نضر. انا بغيت حق ولدي فقط. وكذلك الناس اللي تدخلوا في هذا الشيء وجلاله الملك ما نبغيوش شي حاجه، شنو نقول لك، ما نخرجوش على قضيه يوسف، كل واحد يشد الحيز ديالو. انا كأم اطالب حق ولدي فقط. لي جرين بويز راه هضروا كخوت، هزاتهم النفس وضرباتهم النفس، وماشي غير لي جرين، راه شفت حتى الوداديين راه ضامنوا. عاده انا كنسمع داك شنو دير بيا كيقول هذا كونتر هذا، وغادي قضيه ولدي راه كلشي اتحد، وكلنا مغاربه، كاين الوداد وكاين الرجاء البيضاوي، كاين فرق اخرى، ولكن فوق كاين الله الوطن الملك. وانا مواطنه مغربيه، انا كنقول الله الوطن الملك، ملكنا ما كيبغيش الظلم. سعاده الحموشي قال لي الظلم ما يكونش، ما انا قلت لك ما كنقبلش الظلم، ما كنقبلش هاد الشطط، وما كيقبلش هاد الشيء اللي دار. ما غاديش انا على حسب مستوايا، نهضر على مستوايا ولا حسب هاد القضيه ديالي ديال ولدي اللي شفت انا، دقيت البيبان تحلوا ليا اللي كنشوف انا هنا دابا بدايه ديال ناخذ حق ولدي. دقيت البيبان واستجبوا ليا، باش يستجب ليا جلاله الملك وسعاده الحموشي، اشنو كاين شي حد فوق منهم؟ انا كنقول كاين الحق وكاين القانون، تبعوا بما يرضي الله. اما باش نقول انا لا ما عنديش الحق ونكر الخير، لا، طلبنا بالحق كاين، طلب وناضل وصبر، وانا حق ولدي ما غتنازلش عليه، حق يوسف ما نتنازلش عليه، حق بيتي. هادشي كلشي ملي غادي يسالي، ملي غتمشيو نتوما وغادي يسالي هاد الانترفيو وغادي يسالي وناخذ الحق، يا مع يا ضد، غتبقى واحد الحقيقه وحده. انا ولدي مشى، يوسف مشى عند مول الحق، اللي ما غيتسناش رايك ولا راي الولد ولا رايي، اللي ما غيتسناش كاميرات، ما غيتسناش شهادات ولا الانترفيو باش نقولوا كي جاك ربي الكريم، ربي الحبيب. انا كنقول ربي كيبغيني، انا كافحت على داك الولد انا وامي والوالد الله يرحمه وخوتي، ربي هز هذا وقال لي نوره ها هو ولدك عندي. عرفتي شنو هو ولدي عند ربي؟ هذه هي الحقيقه فوق هذا الشيء كامل. مشى ولدي، الا كان صارع ولا كان نحارب وكان جري، راه باش يبان حتى حق الوليدات.
انا ما نعطيش راسي الحق لان ما عنديش درايه كبيره، ما مستوى لا يسمح انني نزيد زمن نزيد ندوي على هادشي، سوى ان الحق غادي يبان وحق الوليدات حقك انت وحق هاد السيد وحق وليدات اخرين، وان مؤسسه الامن الوطني ما يبقاش فيها الناس بحال هاد السيد اذا تابوت فعلا انه كان. ولكن راه الوفاه راه كاينه، كاين الشطط، كاين تجاوزات، وقضيه ولدي غادي دير شويه، غادي تكون سبب كيفاش غادي نقول لها باش نغيروا شويه. شكرا لكم بزاف، شكرا للناس اللي تعاطفوا معايا وساندوني. الله يرحم لكم الوالدين والله يرحم ولدي يوسف. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.